السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. اليوم 24 ساعة في كوالالمبور، يعني نطلع على بعض الأشياء المهمة، بعض يعلم فيها وبعض ما يعلم فيها. متابعة ممتعة إن شاء الله. نكمل المسيرة إلى الكيل سي سي، و الحين صار اوت دور. هذا عندهم ون اوف ذا فيمس سوق، عندهم مره من الاخيرات اللي طلعت الاخير. طبعا يمكن معلوماتي قديمه، ستار هيل هنا برضه بنفس الشارع، نفس الشارع حق العرب اللي يبغوك بنتين. هناك جميع المطاعم والقهاوي في نفس الشارع هذا، نفس اتس اندور. الاكواريوم في كوالا والواصل طريق انا الى كي ال سي سي مع نفس الحين ننزل تحت في البدروم حق المولات. هذا البردي حقي انا. This is the end of the street. هو الاندور كافي يوغا، شو اسمه، مطاعم. Toys R Us still alive. Five guys. هذا نيو بريدج عندهم، يطلعك من الكيك من البوكت بنتينك، الشارع حق العرب، مشيا لين الكيك ال سي اللي هي التوين سنتر والمنطقه اللي عندها، الفنادق اللي عندها، كله مشي زي البريدج يعني. It's very nice. ناخذ اللفة بعدين نشوف فين ودينا. ودينا all the way to K KLC اللي هو Twin Center. واو،
اخيرا ابو سيف وصلنا له، بس وصلناه من الجهه الخلفيه، فهذا هو جناح من الجهه الخلفيه ندخل عليه من ورا. عليه ابو سيف، هذه اخر الجسر خلاص، بعد يمكن نص ساعه مشي من بوكيت بنتنج لين دبل تري هوتيل، خلاص ندخل هنا الهوتيل وانتهى المشوار حقي.